تلقى حضرة صاحب سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من دولة فيصل عاكف الفايز رئيس مجلس الأعيان في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. أعرب فيها عن خالص تهانيه بتعافي سموه رعاه الله من العارض الصحي، سائلا المولى تعالى أن يديم على سموه حفظه الله موفور الصحة وتمام العافية. هذا وقد بعث حضرة صاحب سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية شكر جوابية ضمنها سموه حفظه الله خالص شكره وتقديره على ما أعرب عنه من تهاني وطيب المشاعر وصادق الدعاء، متمنيا سموه رعاه الله له دوام الصحة وموفور العافية.